ماجد وديع اللي هو أستاذ باحث في علم الأعشاب وكذلك نائب رئيس جمعية التضامن الوطني للأعشابيين والباحثين في الأعشاب الطبية والعطرية، الجمعية اللي كتشتغل بتنسيق مع مركز التسمم واليقظة الدوائية اللي هي تابعة لوزارة الصحة بالرباط. أهلا بك مرة أخرى خالد. شكرا أخت كريمة. اليوم غادي نتكلموا على شنو هي المواد اللي كناخذوا أولا الأعشاب اللي كنغلطوا فيها ونعرفوا على الطريقة الصحيحة، لأنه أحيانا كناخذوا شي حويجات اللي هما ساهلين وبساط واللي هما معروفين بالفعالية ديالهم، ولكن ممكن يسببوا لنا إما في انخفاض لاطونسيون ولا ارتفاع ضغط الدم ولا ممكن يسببوا لنا في إسهال أو لا إمساك. فاليوم نبغيو نعرفوا من الطريقة الصحيحة لاستعمال هذه الأعشاب. نبداو مثلا لأنه كنعرفوا كاين بعض الأعشاب اللي هي معروفة يعني في دولة في كل بيت مغربي، على أنه مثلا إلا خدينا الثومة كنقولوا لأنها راه كطيح الطونسيون كتخفض من ضغط الدم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لجميع المستمعين والمستمعات أوفياء أمير راديو، والشكر موصول لجميع الأطباء والصيادلة من المغرب، احترامنا الكامل لهم عن الإخلاص والتفاني في العمل. نعم، نتكلم اليوم عن الأعشاب الخافضة والأعشاب الرافعة والأعشاب الملينة والأعشاب القاطبة. الناس كما سبقت قلتي الأخت سناء أن الناس كيعرفوا هذه الأعشاب منذ القدم، لكن ما كيعرفوش الجانب العلمي ديال كل عشبه عشبه على حده. وهذا هو مربط الفرس اللي كيبين للمستمعين والمستعملين الاعشاب بطريقه عشوائيه نقادوا ان يعني بين الصح والمسار ديال الاعشاب السامه او الاعشاب الطبيه على السلامه والصحيه ديال المستمعين. هناك كنعرف بعض الناس كيقول لك طالع لي طونسيون طالع ب 16 او 17 كيقول له دير هذه العشبه، ما كيعرفش بان ديك العشبه هي كتزيد في الحده ديال الطونسيون، او لا كيدخلها مثلا الجهاز الهضمي وما عارفش بان غدو به الجهاز العصبي، او لا كيدخلها في الجهاز التناسلي وما كيعرفش بان غدو به الكبد او لا غدو به الكلوي. نعم، اذا هنا احنا في هذا البرنامج ماشي كنوريو الوصفات، الوصفات الحمد لله الناس كيعرفوا وصبحوا كيعرفوا من خلال الكتب من خلال كذا، هذا برنامج يعني كيوري ماذا الوصفات والتحضير واليقظه قدر الامكان كيف ما قلتي، وطريقه صحيحه لاستعمال هذه الاعشاب بطريقه اللي هي مقنعه وعقلانيه. نعم، نبداو بالثومه كيف ما قلنا بالنسبه كنقولوا انه كتطيح الطونسيون. اي نعم، بالنسبه للثوم من الاعشاب ومن الخضر كنسميوها في الخانه الخضر، ويدخلوا بعض الفريق الامريكي دخل بيننا من الاعشاب الطبيه. هي كما قلت انفا خافضا نسبه الكوليسترول، يعني توازي البنكرياس يتحفزوا على الشغل اكثر نشطوا اكثر، يعني قاتله للبكتيريا مطهره للامعاء، كل الفطريات وكل الشوائب اللي كاينه في الامعاء الدقيقه والغليظه فهي مفيده، تخفض كما قلت نسبه الكوليسترول، يعني محفزه للنشاط الجنسي والتنفسي والهضمي كذلك. وصحيح لانه تخفض الطونسيون، لكن الاكثار منها يعني بعض الناس هو الغلط لما كيسمعوا الثوم كيقول لك بان قالوها في الميديا او قالوها بكذا، بان قالها واحد استاذ او باحث او دكتور او طبيب كيتكلموا على الفوائد او الجرائد او مدى الى ذلك، كيتكلموا الناس لما كيسمعوا الثومه كيكثروا منها. الحاجه خصنا ما نفرطوش فيها هي الاعتدال. لما كنكثروا من الثوم تقدر تضرب عندنا الكبد او تقدر يمشي عندنا البصر، عندنا جيره في البصر اكثر من الثوم، لهذا ان الثوم المسموح منه الكميه المسموح منها ان نديروا فاس يعني فص او بيت يضرب ديال الثومه، يعني تقريبا نديروا دو فوا بار سومين على الاقل جوج مرات في الاسبوع، من غير هذوك يعني الثومه اللي كنديروها مثلا في الشلاضه ولا هذه ديك عاديه اللي كتكون مخلطه مع مع الخضره. هذا الانسان اللي كيكون يعني مراقب الضغط الدموي ديالو كيعرف نسبه القياس ديال الضغط الدموي ديالو في الوصله، عاد يمكن يستعمل الثومه ماشي يعني عنده الضغط الدموي طايح هابط ويدير الثومه راه غادي يمشي للكوما. لا قدر الله. نعم، جات مع الكوما. بالنسبه للعرق السوسته هو كنقولوا على انه كنتخوفوا منه لانه عنده فعاليه كثيره ومعالج يعني وكيحمي بزاف ديال الامراض، ولكن العرق السوس كنعرفوا حتى هو يعني كيطلع على طونسيون. نعم، هو كاين عده اعشاب
يعني ما كيصحش الورد باش نصدوها كامله، لكن نقول بعض المقتبسات منها او بعض الفصائل منها. نعم على سبيل المثال على سبيل الحصر نتكلموا على عرقسوس. عرقسوس كيرفع الضغط الدموي كذلك اليزير. اليزير الناس اللي عندهم ضغط دموي يحاول قدر الامكان يشنب الاستعمال العشوائي اليزير. اليزير نعم وعرقسوس كذلك الحبه السوداء كذلك خنجرين سكينجبير الموزة بسيميسا عندك كذلك النيل دار فلفل دار صيني القرفة حبرشة الكبابة الحريقة بأنواعها الملسة والحرشة كذلك زريعة الكرفس كذلك عصاموسة فليو الفوة الدوم المعدنوس وما الى ذلك. لنا بزاف ديال الاعشاب كما قلت هاد الاعشاب اللي ذكرتي دابا يعني اللي عنده مثلا عنده الضغط الدموي الضغط الدموي يحاولوا نقصوا نقصوا منها او يحاولوا يتعاملوا معها بعقلانيه وبالمقادير المسموح بها. نعم دابا كيف ما قلتي ذكرتي القلقله بسيبيسا ذكرتي ورقه موسى وهادو يعني حاضرين يوميا في الطبخ المغربي. نعم دابا الناس اللي عندهم لا طونسيون طالعه يحاولوا على الاقل نقصوا شويه من العطريه. نعم علاش نعطيك واحد المثال بسيط ولا المثل الاعلى كاين الناس اللي كياكل واحد الوجبه غذائيه او وجبه العشاء كيقول لك ضرني راسي اليوم ما عرفت ما الى عاد تغديت او تعشيت كنحس براسي غادي تفرق عليا ما كيعرفش الجانب كما قلنا ان دواءك فيك ولكن لا تبصره وداءك بجانبك ولكن لا تشعره. يعني نسبه التوابل اللي كاينه في هذيك الوجبه ربما يعني مثلا كيف ما قلتي ذكرتي القرفه كنطيبوا بها ديما القعقله بسيبيسا وحب رشاد قلتي لنا كذلك اليزير. نعم. يعني هادو ورقه موسى بسيبيسا اللي عنده يعني الضغط الدموي يعني الضغط الدموي طالع يحاول ينقص من هاد من التوابل من هاد التوابل خاصه كيف ما قلتي يعني في العشاء في الليل. نعم لانه كتبقى الاعراض حتى الغد في الصباح كيكون الواحد صايق وهو مقلق يعني ما كيعرفش منين جا الداء وكيقول لك انا راه كلتها ماكله طبيعيه وكيفاش راسي ضربني راسي غيتشقى كيبداو يديروا فعلا تيقول لك راه ما قلقني حتى واحد باش غادي يطلع لي لا طونسيون. نعم وهي الاسباب جايه من الاكل من التوابل اللي كنعملوا بواحد للاسف العطريه ديالنا يعني معروفه عالميا وكتلدد هذا ولكن كل حاجه وعندها القياس ديالها المقادير ديالها. نعم وخلي سمحتي خالد الوديع استاذ بحيت في الاعشاب غادي نرجعوا دائما نتكلموا على شنو هي الاعشاب الرافعه والخافضه لضغط الدم والاعشاب الملينه والقابضه للجسم بعد الفاصل الاعلاني مباشره بعد الفاصل. مرحبا بتصلاتكم هاتي شكرا لكم مستمعينا دائما برفقه خالد وديع استاذ بحيث في علم الاعشاب. اليوم كنتكلموا معاه على شنو هي اهميه بعض الاعشاب وكذلك الطريقه الصحيحه لاستعمالها واش صحيح هاد الاعشاب ممكن تنزل لنا ضغط الدم او ترفع ضغط الدم وكذلك كنتكلموا على الاعشاب اللي كتزول الاسهال او كتسبب في الاسهال والامساك. فمرحبا بتصلاتكم الهاتفيه المباشره عندكم اي تساؤل متصل بنا على 0522 46 50 51 52 او على 0522 43 00 09. قبل ما ناخذ اي مكالمه كنا كنتكلموا على الاعشاب والمواد اللي كتطيح لا طونسيون اللي كتطلع لا طونسيون. نمشيو بالنسبه للاعشاب اللي ممكن تسبب لنا في اسهال ربما مثلا نبغيوها ناخذوها باش تخفف لنا او تعالج لنا او تحمينا من شي مرض ولا من شي يعني فيروس ما ولكن ممكن تسبب لنا اسهال. نعم بالنسبه للاسهال العدد ديال الناس كيبحثوا على الاشياء اللي كيكون عندهم مثلا قبض في الجهاز الهضمي كيقلبوا على اعشاب ملينه. الاعشاب الملينه معروفه منذ القدم معروفه الناس متداوله عندهم لكن كما قلت في الحلقه السابقه ان الناس ديال الزمان ماشي هما ديال دابا البنيه التحتيه ديالهم تختلف على البنيه التحتيه ديال هذا العصر وهذا راجع للنظام الغذائي وما الى ذلك. لما كنتكلم على الاعشاب الملينه بحال مثلا السمنه المكيه اللي معروفه متداوله عند الناس وكيستعملوا بافراط الاسهال الحاضر كيؤدي الى من تحمد عقباه. حيت الناس اللي غادي يعرفوا لك الاسهال الاسباب ديالو بعد لك منين جات شنو اللي سبب لنا واش نتيجه اكله متلوثة او اكله مسمومه او ما الى ذلك هذا اول ودائما كنبغي نرجع الى التشخيص المبكر بعدك اولا قبل كل شيء من جهتك اي فعلا والاسهال اللي فوت واحد اكثر من اسبوع ولا هذا راه ما كيبقاش غير شي حاجه الماكله عاديه ولا شي فاكهه اللي نات لنا سهله. كيف ما قلتي سنه مكي شنو هي السميه؟ سنه مكي هذه ممكن ناخذوها وتسبب لنا في الاسهال. نعم
اكثر من انك دير واحد الكسال حام لانك تحتوي على الكلوكزون ماده سامه هي اللي هي الملينه يعني سريعه سريعة. كذلك الريحان معروف، الريحان كما جاء في وصفه في القرآن العظيم. نعم الريحان معروف، الريحان معروف وعنده الفعالية ديالو، ولكن غير حنا ما كنتكلموش على هذه الأعشاب خاطر ما كنتكلموش اللي كثرنا منها راه ممكن تعطينا إسهال. حنا ماشي في حنا هذا البرنامج يعني كيصلح المسار الصحيح للاعشاب فقط. فعلا لانه حنا هاد الاعشاب يعني حنا المغاربه المغربيين هي كاينه الاعشاب منذ القدم، هذا تراث شعبي موجود منذ القدم، ولكن الحاجه اللي كنكثروا منها ثم غادي ناكلوا شي ماكله وغادي نكثروا وخا شبعنا وكنبقاو غاديين في الماكله راه غادي تاثر علينا كيف ما الاعشاب عندهم نفس المشكل. هذه طبيعه المغاربه، الاعشاب كيستعملوها في جميع الخلطات الموجوده في كل مكان وفي كل زمان، لكن حنا كنحاولوا نبينوا قدر الامكان الاسباب بعض الامراض اللي كديرها بعض الاعشاب نعم. هنا كنقولوا مثلا زريعه الكتان كيديروها الناس نعم الا كثروا منها، لان من الالياف تحتوي على الالياف خشبيه هي ممتازه للامعاء الدقيقه والمريضه. حنا ما نكثروش منها، ماشي ناخذوها صباح وعشيه ونستهلكوها. نعم كيف صبحنا شرحنا في تكلمنا عليها. كذلك الكمون الصوفي، واحد الكمون شبيه بالكمون كيف متصوف كيعرفوه الاطار يعرفوه الناس، يسمى الكمون الصوفي كذلك. هو مسهل لك تنمو مسهل اكثر يعطي اسهال. كذلك الزعرور، الزعرور معروف الناس كيستعملوه للدقه ديال القلب، التوازن ديال الدقه ديال القلب وما الى ذلك، لكن هو مسهل. شوف شوف فين مشى، هو الناس كيستعملوه باش يوازن دقه القلب، لكن هو كيدير واحد اسهال حاد، لان لذلك لما كنلقاو الزعرور دخل في واحد الوصفات اخرى اللي هي قابضه كما قلنا، وكنلقاو الزعرور بانه دخل مع اعشاب اخرى ملينه او خفيضه او لا، كيوقع واحد تخاصم ان صح التعبير، تخاصم داخل جسم الانسان، وهذا هو اللي كيؤدي الى اضطراب عصبي، الى تشنجات، الى اسهال حاد، الى توتر، كيما الانسان المزاج ديالو غير طبيعي، لان ديك الاعشاب ديك المواد اللي تحتوي عليها وكتركم داخل الجسم الانسان كتؤدي الى ما لا تحمد. واخا قبل ما نمشيو للاعشاب اللي ممكن تعطينا امساك يعني تكون قابضه، ناخذوا بعض المكالمات الهاتفيه ونفتتحوا باول مكالمه معنا. حنان من مكناس. الو حنان. الو صباح الخير حبيبه. صباح النور. الحمد لله الله يبارك فيك. صباح الخير دكتور. اختي مرحبا بكم. الله يجازيك بخير. انا استاذ باحث. استاذ باحث الاعشاب. الله يجازيك بخير. بغيت نسولك بالنسبه للزوج ديالي يعني عنده المصران ديما عنده انتفاخ، كيبقى يقول له بحال دابا خذ النافع يعني كثر منه، بقى تشربوا بزاف راه ما تيخليش هذاك الحرك في الكرش. وسؤال واحد اخر بالنسبه لبنيته، عندي صغيره عندها يلا 6 سنين ما كتاكلش نهائيا، تيبقى يقول لي يعطيها الحلبه ديري لها الثومه بحال حتى هي كتحل الشهيه، يعني تحل الشهيه ما تبقى تاكل. كيف كنعرف انه واش ديك الحلبه غادي تاثر عليها بالنسبه لها هي في السن ديالها 6 سنين ولا لا؟ يعني هي تاخذها ماشي اشكال. وبالنسبه لواحد السؤال ثاني تيقول لك الحامل الحرب بحال دابا، يعني بالنسبه للشعر عندي بنيته تيقول لك استعملهم الحرب بكثره يعني باش يقوي الزغبه، هذا ما عندوش شي تاثير بالنسبه لبنيته باقيين صغار. مشكور على تساؤلك حنان، الله يبارك فيك. ما يخص السائله الكريمه بان النفع نبداو بالنفع، النفع كما سبق لنا بينا في الحلقات السابقه بانه ممتاز، لكن الاستعمال ديالو هو ملين اللي يحتوي على مضادات الاكسده وكيطرد الغازات من الامعاء والتهاب وما الى ذلك المصاب بالجهاز الهضمي. ولكن الاستعمال ديالو مثلا الصحيح وكيف ما قلتي يعني كان ربما كتعطيه مثلا ياخذ يوميا. نعم هو ما نستعملوش بشكل يومي الا لضروره هو امن وممتاز اذا كان النفع المستني. النفع المستني اي يسمى الاخت الكريمه يسمى النافع المستني، راه معروف كاين النافع الرومي وكاين النافع المستني، النافع المستني هو اللي ممتاز للامعاء. يعني ممكن كيف قلتي النافع المستني هو اللي ممتاز بالنسبه للامعاء نديروه يعني في الماء سخون ونخليه ولا ندخلوه حتى في الخبز. حتى في الخبز فعلا. طبعا الخبز مع الحلويات ومع الى ما الى ذلك. افضل. نعم. واخا. وبالنسبه للخواء.
بالنسبه للبنيسه اللي عندها 6 سنين وقالت لك كيقول لها تاخذي الحلبه راه كتفتح حتى هي وكذلك الثومه. نعم. بالنسبه للاطفال دائما كنصحكم تبعدوا الاستعمال اعشاب الاطفال، يديروا لهم خضر فواكه، حنا اللي نوريو لكم ان شاء الله. ايوا الفواكه الجافه المقابل نفس المكونات اللي كاينه في هذيك الاعشاب اللي بغينا نعطيوها، هي نفس المكونات اللي كاينه في الفواكه. حتى دابا الحلبه مثلا ما ممكنش نعطيوها نعطيوهم ولكن ما نعطيوش بواحد الشكل كثير. بحال هذا مثلا نطحنوا الحلبه ولا غير هذه الحلبه مثلا ممكن نعطيوها الحلبه ديال الحلبه وديروا مع الحليب الى ذلك. بالنسبه للحرمل بالنسبه للحرمل من الاعشاب الساميه. نعم راه كاينه في اللائحه ديال الاعشاب اللي كاينه. نعم هي قسم التسممات واليقظه الدوائيه. يعني دار واحد البحث دقيق ومعمق ولقوا بان نسبه الوفيات في المغرب الناس كيستعملوا الحرمل اما عن طريق الشم اما عن طريق الاكل او عن طريق الدم. كاين دابا اللي كيديروا على قبل لي فاغيس على قبل الدم. نعم فهي من الاعشاب السامه الخطيره. الا سمحتي يا سي خالد، يعني واخا الاعشاب مثلا اللي كيكون مثلا على سبيل المثال خدينا الحرمل، الا تكلمنا مثلا عند الحرمل وطبيا اكدتوا على انه مثلا راها اعشاب سامه، واش واخا مثلا تكون استعمالات خارجيه يعني غندهنوا بها ولا غنشموها ولا غنديروها الفروه ديال الراس باش تقوي لنا الشعر، ما غاديش مثلا نستعملوها يعني على سبيل ربما الحرمل ما كيتكالش، ولكن كاين بعض الاعشاب اخرى تكون مثلا اعشاب سامه ولكن ممكن على انهم يتكالوا، معروفين انهم كانوا كيتكالوا، يعني واخا نكون غادي غير نديروها للجسم ديالنا كاستعمالات خارجيه. نعم. واش كيدخلوا لنا سامات كيف صح صح. نعطيك مثال، مثلا اللي كيكون عندنا الانسان في غيبوبه اول عمليه اسعاف الاوليه كنعطيه البصله، كنقول يعطيه البصله يشمها، كيشم البصله كيفيق، علاش فاق؟ هناك شحنات كهربائيه كاينه في الاعشاب غير مجرد كيشم، كاين اللي كيشم ريحه ديال شي نوع من ريحه او غير ذلك كيضر راسو ما كيحملهاش، لماذا ضر راسو؟ لان التغلل ديال الشحونات الكهربائيه مشات الجهاز المركزي والظمأ ومشات كذا الجهاز التنفسي ويليه الجهاز الدموي عن طريق الشم. يعني حاسه الشم حاسه قويه. قبل ما كناكلوا حاجه كنشموا حاجه تدوق. نفس الطريقه اللي درنا مع الفروه ديال الراس مثلا كاين دماغ ويعني تقدر العرق ديالنا ملي كيخرج. كاين نسمات. النسمات يقدر يدخل ملي كيخرج ملي كيدخل. يعني كيف ما قلتي من الافضل على انه نتفاداو الحرمل بتاتا في اي وصفه. نعم نعم. من الاعشاب السامه الخطيره. وكاين بدائل كثيره اللي ممكن كاين بدائل ان شاء الله في حلقه بدائل كثيره موجوده. كنظن جاوبنا على تساؤلات ديال حنان من مكناس. ناخذوا ناديه من دار البيضاء. الو ناديه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لاباس الحمد لله بارك الله فيك لحظتك. الحمد لله. دكتور مرحبا بك. عندي واحد تاسه الاسئله اذا كان ممكن. عندي وليد عنده 6 سنين وعنده الدقه ما كانت عنده 3 سنين. شحال العمر ديالو؟ عمره دابا 6 سنين. كمل 6 سنين وعنده الدقه ودابا هي بهذا الشيء ديال لي كورتيكويد عرفتي وضعيف المهم صحته مزيان. سائله من الدار البيضاء. من الدار البيضاء. ودابا انا بغيت غير نسولك على واحد الاعشاب واش زعما يقول لي ليه ولا لا؟ كان انا غير شي ناس اللي قالوا لي السانوج هو عرق الصوف والحبه السوداء وزرع الكتان يتخلطوا مع العسل. واش زعما يصلحوا لي ولا لا؟ هذا السؤال الاول. الثاني عندي اخت ديالي حامله وبغيت نسول على دوك الاعشاب المناسبين واش تقدر تاخذهم بحال السلميه ازير زعتر. يعني تشربهم في اتاي ولا بعض المرات كيكون عندها شي وجع وهكا خفيف واش تقدر سلميه وزعتر وازير يعني واحد فيهم. واخ وعندي بغيت نسولك على البابونج واش يقدر يتخذ يوميا؟ عندي زوج ديالي معصب شويه تياخذوا واش يقدر ياخذوا هكا يوميا؟ ما كاينش مشكل. واخا انا بارك الله فيك دكتور خالد. بارك الله فيك اخت سناء. الله يبارك فيك. مبروك وبارك بارك الله فيك. بالنسبه للاطفال اللي ما كيتجاوش العمر ديالهم 6 سنوات من فوق وبالنسبه لهذا المرض اللي كيتسمى ضيق التنفس، الضيقه في انواع. يعني كاين الضيق هذا المرض ديال التنفس عنده ارتباط مع المناخ. اي مع الضوء مع الدار البيضاء مع المناخ. دائما انا ما كننصحش الاخت تستعمل هذا الطفل الاعشاب تبقى تحبس الدواء وتمشي في الاعشاب. اي نعم. تكون تقاسها تبقى متبعه طبيب. ما تسولش الاخت اكيد انها تكون متبعه. نعم متبعه الطبيب هو اللي كيحدد
المسار ديال الطفل وكيعطيه الوصفات المناسبه، لان جهاز المناعه ديال الطفل لا يسمح له بانه يستعمل الاعشاب وترك الادويه ديال الطبيب. ربما مثلا كاين شي اعشاب ولا شي حوايج ممكن ناخذوهم اللي غادي على الاقل يحسن من الوضعيه ديال الجهاز التنفسي ديال البوزيتيف. اييه طول النهار كنعرفوا دابا مع التلوث اللي كاين في الدار البيضاء وفي المدن الكبرى. انا نبغي نقول الاخت النصيحه والنصيحه، دير بعض الاعشاب اللي غادي يشم الولد فقط. مثلا بحالاش؟ مثلا دير الكاليبتوس، زبد البحر، دير كذلك اليزير. كل واحد بوحده. لا ديرو في الماء. وديرو كبخار. مرات. واخا لا سمحتي زبد البحر والكاليبتوس واليزير. واليزير. هذوك نديرو مثلا في بانيو فيه الماء سخون. نديرو فيه هاد الاعشاب ثلاثة، زبد البحر واليزير. نعم. وشنو قلتي أنت؟ والكاليبتوس. الكاليبتوس. وهذاك البخار. هذاك البخار ديرو استنشقو الطفل. يكرر مسألة لما تجي النوبة. أييه. النوبة ديال الجهاز التنفسي. استعمل هاد القضية وما توقفش الدو ديال الطبيب. وما توقعش أبو غلطات يورا شي واحد دير كذا كذا كذا، هاد المغالطات لا. واخا لا ربما تبقى تكون شي مضاعفات صحيه على الميل. بالنسبه للبابوج الزوج ديالك هو يدير البابوج امين ممتاز. الاحتياطات اللي ممكن ياخذ مثلا ما يتشربش يوميا. لا بالنسبه للبابوج الاحتياطات اللي كاينه هو الا ما كانش البابوج هو هذاك. اذا ما كانش البابوج هو هذاك، اما البابوج اللي شربوا بشكل يومي يعني كقهوه كشاي الى ذلك. كميه بسيطه. لان كما قلنا الشاي راه عشبه. النعناع عشبه. وكناخذوا يوميا. السكر الاصل ديالو من الاعشاب. القهوه كذلك الاصل ديالو من الاعشاب. بالنسبه للاخت ديالها اللي حامله الله ينتعب السلامه ان شاء الله، هي سولتك على السلميه والزعتر واليانسير، شنو ممكن تعمر احنا في غياب الرؤية الواضحة والتحليل العلمي السليم ديال الأخت هذه، ما حضرش معنا ما عرفهاش المكونات ديالها، واش عندها نقص في الجهاز ديال المناعة، واش عندها البنية التحتية الكبيرة ديالها، يعني ما نقدروش الجنين واش وضعية سليمة التكوين ديالو. كل خاصو يكون قطب علة تحت الحراسة ديال الطبيب المختص هو الذي يحدد المسار. الطبيب هو الذي يعني كتبان لي الأخت بلا ما تغامر في هذه المغامره تبقى على الطريق المباشر. خاصك تقول الاشهر الاولى ديال الحمل كيكون صعيب مثلا تثبيت الجنين. يعني تفادى تفادى جميع الاعشاب ما تستعملهاش، تبقى غير في المواد الغذائيه الخضراء والفواكه. اي نعم هي معروفه وامنه. واخا هي دابا حيت كتقول لك انه كيجيها مره مره ذاك الوجع، ف نوريو بدائل من الخضر ان شاء الله. ايوا ربما ان شاء الله نتكلموا على المراه الحامل. يعني بحال اللي كيجيها في الريحاد يدير الكرم. ديال الورق ديال الخيزو يطحنو، يدير الخيزو مع القنفة. غير شويه علينا قلتي لنا الورق ديال الكرون. الكرون. اييه. يطبخوه ويشربوه مفيد. هذاك الماء اللي طبخناه فيه. الماء ديالو يشربوه. مثلا يتغسل مزيان دوك الوريقات هما الاولين. عاد ديرهم في الماء سخون وخليهم حتى كيطلقوا مزيان. طبخوا هذاك الماء وشربوه. اي نعم. وخيزو قلتي لنا حطوه ونضيفوا لواحد شويه ديال القرفه. ديال القرفه شويه. يعني يجينا بحال يعني بحال ديسير كما. عاجبني ان شاء الله. واخا. ديال البدائل ديال هاد. واخا. ناخذوا مكالمه معنا نعيمه من سوق الاربع. الو نعيمه. السلام عليكم. وعليكم السلام نعيمه. السلام عليكم اختي رناء لاباس عليك؟ الحمد لله بارك فيك ودير لك لاباس. مرحبا اختي مرحبا بك. الله يجازيك بخير على هذا الشيء اللي كتقول للناس وكتوضحوه. مرحبا بكم. بارك الله فيك. عافاك استاذ، عندي واحد ولاد اختي سميتو، واحد عنده عامين وواحد عنده 6 سنين. اييه. ودابا كيتقيا هذه شي 3 ايام ولا 4 ايام وهو كيتقيا. وجالو الاسهال. كنعطيو له الدواء وداكشي ما دار له والو، يلا هاد النهار اللي عاد شي شويه في الاخر عاوتاني واحد خو نفس المشكل طرا له. شنو واش السخانه واش شنو المشكل؟ لا ما عندهم لا سخانه لا والو، شي حاجه هي والاسهال. ودابا هاد اللحظه هادي كنديروا لهم الكامون صوفي وسميتو لسانج وداكشي، ومني سمعت الاستاذ مع الكامون صوفي وداكشي حبسنا ما بغيناش نعطيهم له. نعم. الله يجازيك بخير استاذ. بالنسبه هنا الاسهال كيرجع لعده عوامل من بين التقيؤ والاسهال. نعم. شي حاجه ولا كلمه. اي نعم. بالنسبه لهذا يعني شوفي النظام الغذائي اللي عندهم شنو هو؟ البارح خدا دانون بزاف رايبي داك المول. ما تسميش ما تسميش. يمكن خلطوا والماكله. نعم. قالوا البارح بالليل عاوتاني خرجت الام ديالو وعطات له داك الماكله. نعم. اذا هذا هو هذيك الماكله اللي كانت اللي كان الوليد. اها. الماكله ديال الزنقه. ديال الزنقه. ولا غد لي عاوتاني خدا رايبي وداك الشيء، راك عارف الدراري ملي كيلصقوا على واحد الحاجه ما كيحبش. اي نعم. لا هو كيتسمى بري. يعني انتم هما المرشدين له. انتم اللي غتوضحوا له الرؤيه وتقلبوا، واخا تعنفوه كاع.
واخا تعنفوا ولا ما كانش كيفهم تعنفوا باش تعطيو حاجه اخرى اللي هي سليمه، لان هذا مسار ديال الصحه ديالو، وبالتالي كيؤدي الى ما لا تحمل العقبه. لهذا كنوصيك الاخت الكريمه بقاي متبع عن الطبيب ديالك، لان هو اللي كيشخص، هو اللي عارف المرض والنوعيه ديال المرض والنوع ديال الاسهال منين جاي. نعم. وشنو هما الحوايج اللي مثلا كوقايه بالنسبه يعني التقيه اللي عندهم اسهال؟ يعني طحني ليه الباربا. فعلا لانه كتنقي جسمي السموم. طحني ليه الباربا ودير لي ما يوغورت وعطيه لي يشربها. ممتازه ان شاء الله. ياخذ مثلا باربا ولا خيزو كذا. خيزو نعم نعم، وحتى النفت اذا كان كياكل النفت الاصفر ممتاز. النفت الاصفر. النفت الاصفر اذا طحنته وعطيته للولد مثل السمو اللي بدا كيبغيو ديروا مع شوكولا وما الى ذلك وتعطيه واحد الكونفيتور واحد يومين وشنو هو غادي يتحسن ان شاء الله. حتى ذاك التقيؤ ما يبقاش عنده. انت عطيه النفت باقا معايا الاخت القطعات؟ انا كنقول قطعات ولكن حسنانه. انت من خلالك نوصلها النفت الاصفر او الباربا، من الاحسن النفت الاصفر. طحني مليح واعطيهم اليوم راه مزيان. الباربا تاهي كطحن عصير كتجي ممتازه. ممتازه نعم. واخا جاوبنا على التساؤل ديالها، غادي ناخذوا مكالمه اخرى. اميمه من طنجه. الو اميمه. السلام عليكم. السلام عليكم. سامحينا اميمه. ياك لا لا ماشي كيف اسمك أمامة تفضلي. الله يجزيك بخير استاذ. بغيت نسولك سيدي على واحد الوصفه كنتي قلتيها شحال هذه اللي زياده في الوزن. اي نعم. كنتي قلتي راه امنه وما كاين فيها حتى شي خطوره زعما على الشخص. انا عندي بنيته عندها 17 سنه. وهي ضعيفه بزاف، يعني الا شفتيها تقول عندها 12 سنه. ماشي السن ديالها مره. ودابا بغيت زعما اذا كانت هذيك الوصفه كنظن راه فيها الكرموس، نص كيلو ديال الكرموس ونص كيلو ديال النافع والنباق وحبه حلاوه والزعتر. هادشي اللي بقيت عاقل عليه اذا كانت هادو هما زعما. نعم بالنسبه انا علاش ما هذا المركب، هذا المركب ديال اللي عطاك ديال الانترنت ردينا الى المرأة. نعم ولا بس ماشي مشكل، نحاولوا ان شاء الله هاد الوصفه نوجدوها ان شاء الله الاسبوع المقبل وتسمعنا ونعاودوا نعطيو ديك الوصفه الزياده في الوقت. انت الاخت كنوعدوك وعد حر ان شاء الله. ان شاء الله تعطينا هذيك الوصفه. انت مستمعه وفيه الاذاعه ميد راديو، حنا معاك ان شاء الله في الخدمه ان شاء الله. مرحبا بك. ما كان حتى مشكل ان شاء الله، وسمعنا الاسبوع المقبل باذن الله وممكن تاخذي هذيك الوصفه كيف ما قلنا لانها امنه ما فيهاش يعني شي اعشاب، ما فيها يعني كل ما هو صحي بالنسبه للاكل. ناخذ خديجه من الدار البيضاء. الو. وي الو. الو خديجه. عليكم السلام. اهلا بك خديجه. اشكركم يا زلمه. الله يبارك فيك الحمد لله. لاباس عليك. الله يخليك اسيدي. سؤالي هو كان عندي ولدي كان فات فيه ان كونسير ديال الكافوم. الو. وي ودابا وبقى دابا دار لا كيميو ديالو ولله الحمد دابا كيحس على بس الحمد لله. هو بقى ضعيف بزاف وبقاو سنانو تيحرقوا اشياء كانت كتضرب له في فمه على حساب الكابون، بقاو سنانو كيحرقوا. كيلاج ديالو شحال من السن ديالو؟ نعم. شحال السن ديالو؟ لا السن ديالو كبير عنده 46 عام. 46 اي نعم. وشحال دابا باش كمل يعني العلاج ديالو؟ تقريبا عام دابا تقريبا عام في جوان يكمل عام. دابا وبقى ضعيف واش ديك اللي كيقولوا داك لالوفير دو بيرا فيكسيني اليوم مزيانه ليه زعما تحلو الشهيه شويه ويغلط ولا لا؟ الالوفيرا؟ ديك لالوفير دو بيار. ايه ايه. الكبيرة والالوفيرا. واش يمكن له يديرها او لا؟ نعم واخا نجاوبك واخا. ودير وشي حاجه قولي من قبل كان شحال كان الوزن ديالو تقريبا؟ نعم. من قبل اجراء العمليه شحال كان الوزن ديالو؟ لا قبل من اجراء العمليه كانت عنده شي 62 عام، دابا عنده شي 62 كيلو. لا الوزن الوزن. الوزن فهمتك 62 كيلو. ودابا لا دابا كيعمل شي 51 كيلو ولا 50 كيلو بقات فيه. ما كانش فرق. نعم. ما كانش ما كيدخل ما والو. ما سمعتكش اسيدي. كيدخن كيكمي؟ لا كان كيدخن دابا من بعد هاد العملية هادشي اللي وقع له ما بقاش يدخن. اي نعم واخا. حيت فمو بقى كيحرقوا بزاف ديك سنانو وديك الشيء كيضرس مع داك الأشعة الثيرابي أثرت عليه واش كاين شي تشليلة ولا شي حاجة هكا. واخا نجاوب أختي. على داك مرينت وهذا واش ماشي مزيانة يشربها الإنسان على الكبدة أو على الريحة. نعم واخا نجاوب. شكرا على التساؤل ديالك وعلى سلامة ولدك الله يخلي عليك ونتمنى الشفاء.
شفاء جميع المرضى ديالنا. واخا صورت على بالنسبه لغوندي صدر عمليه عنده سرطان ولكن خاص كيف ما قلتي يا دابا كتشوف انه خصو يزيد في الوزن ديالو كتشوفو مازال مولد هو هذا مرض مرض نسال الله عز وجل لجميع المرضى المسلمين الشفاء العافيه والمستشفيات كامله شامل الجميع. لكن هذا المرض تحت اشراف طبي مادام الطبيب هو الذي اجري له العمليه يبقى متابع الطبيب ديالو وعرض عليه الحاله ديالو وتعالج من الحاله نعم هذاك اللي عالج غادي يعطيه فوائد باش غادي نعم انا اللي غادي ننصحك على بعض الخضار والفواكه ان شاء الله بلا هي امنه ممكن يساعدوا في الزياده ديال الوزن بحال مثلا بحال الوقت ديال المشمش وقت ديال الخوخ ووقت ديال الدلع هما من الفواكه اللي هي ممتازه للقولون الخوخ والمشمش والدلع لكن الدلع الى كثرنا منه كيدير لنا اسهال نعم المشمش الى كثرنا منه كيدير اسهال هذا دليل بانه يتناغم يتماشى مع الامعاء يعني خاصنا ناخذوا هادو حتى هما مزيانين بالنسبه ممتازين للقولون الامعاء يستعملهم ويتناولهم واحد الصفه منتظمه ما يخرج الموسم ديال ولكن بغات شي حاجه اللي ممكن تساعد على فتح الشهيه وتزيد هو غادي يساهم على فتح الشهيه نعم. وبالنسبه للخضره مثلا شنو من الحويجات اللي ممكن ياخذ؟ كما قلنا يستعمل الجزر الليشو يستعمل كذلك الباربا ويستعمل اللفت المحفور اللفت المحفور كان واحد الدراسه واحد الفريق في برلين الالماني اللي قال بانه ضد السرطانات ديال القولون علميا هذه دراسه حديثه الان اللي قال بان اللفت المحفور اللي كيوازي جينسينغ اللي هو دار واحد الشهر عالميا هو اللفت المحفور انا كنقول لهم جينسينغ عندنا في المغرب هو اللفت المحفور ممتاز عجيب بزاف يستعمل هذه المواد ويستعملوا كنظام غذائي سليم مسلوقين ولا غادي يكون ممتاز ان شاء الله. بالنسبه للحريق ديال الفم بغات شي تشليله ولا شي حاجه شنو مثلا كنشوفوا دابا مثلا كاين مثلا البابونج اي بابونج القرنفل القرنفل البابونج بحال دابا القرنفل البابونج القرنفل والبابونج يديرهم في الماء يديرهم في الماء ويشربهم في الماء يديروا ثلاث مرات او شي مرات في اليوم كيخفف من داك الحريق نعم هذاك الحريق ناتج عن الجهاز الهضمي كنتكلموا على قشر الماء حتى هو كيمزن الفم اي نعم هو هذاك الحريق منين جاي؟ جاي نتيجه من أقل شي حاجة اللي تخفف عليه شوية ندير القرنفل هو ناضغ ولكن مع المدة ما يبقاش ولكن إلا درنا مع الماء سخون ما كيبقاش ديك لا كينقص من الحدة ديالو القرنفل ممكن ندير البابوش وقشر الرمان قشر الرمان تاهي ممتازة ودير حتى العفصة تاهي شنو يبيع فيهم العفصة حنا قابضة قابضة نعم واخا إذا مستمعينا غادي نديرو فاصل أنا نرجعو دائما مع خالد الوادي أستاذ باحث في علم الأعشاب اجي ترحاب والتحية لكل مستمعينا الاوفياء وخاصة اللي عاد التحقوا بنا اللحظة غادي ناخذ مكالمة أخرى مصطفى من الدار البيضاء مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك أسيدي. كيداير أستاذ؟ أخويا أستاذ مرحبا بك أستاذ مصطفى الله يحفظك خويا. كيداير أخويا بخير؟ مرحبا بك. أخويا لك في 11 شهر. نعم خويا. ما عرفتش شنو ندير لا. شي عشاب الله يحفظك ولا. واخا القشرة في الشعر. واخا. شكرا لك واخا. مرحبا بخويا واخا. سمعنا وكنشكرك. كاين سؤال آخر؟ ها؟ كاين شي سؤال اخر ولا هذا السؤال كاين؟ لا غير هذا السؤال. مرحبا. ناخذ مكالمة أخرى معنا فاطمة من الدار البيضاء. ألو فاطمة. أهلا. أهلا فاطمة. الله يبارك فيك لالا. بارك الله فيك. تفضلي فاطمة عندك شي تساؤل. واخا لالا شكرا. ألو. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجازيك يا دكتور. مرحبا أختي مرحبا. الله يجازيك بخير عندي انا بداية ديال هشاشة بيضاء وعندي ليكواك دامج وعطوني واحد الوصفة ديال هشاشة العظام بغيت نعطيها لك واش ممكن نديرها ولا لا مازال ما بديتهاش المهم بيضة بلدية كنعملها في سميتو في جوج المعالق ديال الخل ديال خل التفاح او كاس ديال الحامض عصير الحامض وزائد كاس ديال الماء ونخليهم ليله كامله البيضه هكا كنغسلها ونديرها هكا وكنت هذا الشيء في الغدلين نشرب ذاك الكاس هذا الشيء نستعملو لمده ديال شهر واش عنده شي ضرر على صحتي ولا لا؟ بالنسبه نعم عندك شي سؤال اخر؟ السؤال الاخر بغيت شي وصفه الله يخليك ولا غير شي حاجه باش غير لا ولد الكواطر. واخ
واخا سمحتي ناخذ ايام. انا سعيده من اكادير. الو سعيده. الو سعيده. هذه سميره. سميره سميره سمعتي سعيدة ما بغيتيش تجاوبي. لا لا كنصدق. مرحبا بك سعيدة. الحمد لله بارك الله فيك. صباحكم سعيدة. بارك الله فيك عينا عليك. الله يبارك فيك. تفضلي سميرة. بغيت نسول الأستاذ الباحث بخصوص عندي الوالدة عندها تحكك العظام وعندها سكر ومن نتبع عند الأطباء اليوم داكشي وليني من زيد عليها لا طونسيون مع هاد الدواء وداكشي ما عرفتش زعما شنو اللي ناخذ لها عزيمة لا طونسيون. شحال كيطلع تقريبا؟ زيد عليها ما بين 17 هكا. النظام الغذائي خصك ترجع للنظام الغذائي اللي كتاكل الوالده. شنو كتاكل بالضبط؟ حيت سبق لنا قلنا قبيله بان كاين هناك اشياء داخله في الوجبات اللي كتاكل معاهم ولكن العطريه مجهده عليها. مجهده عليها هي يعني فعلا دابا هاد الحوايج ما كنشوفوش ما كناخذهمش معنا يعني طلع لي اتونسيون صافي خصنا نعرفوا بان البنيه ديالها هي ما كتصحبش هذيك المواد العطريه او العشبيه اللي كديروا انتم في الماكولات وبالتالي كيؤدي الى ارتفاع يعني الضغط. صعب حدا مثلا شي حاجه اللي هي مفوره ولا مثلا يبدلوا لها النظام يديروا تجربه هي كتجربه ما تخسروا عليها واحد التجربه واحد دو فوا او ترو فوا بحال هكا. اذا سمحتي بحدا مثلا كيف قلنا لانه حنا كنطيبوا بهذه الاعشاب ولكن مثلا الا بغينا مثلا عندنا شي واحد مثلا مريض ولا عيان ولا حسينا براسنا حنا شويه عيانين وبغينا مثلا غير مثلا ديك الخضيره مع مثلا الحوت ولا الدجاج ولا اللحم غادي نديرو في الفران او غادي نفورو شنو هي مثلا العطريه اللي ممكن نديرو؟ بالنسبه لا تخفف لنا من هذا هي بالنسبه للعطريه اللي كيديروا الناس ما يمكنش يدخل للفلسفه ديالنا مثلا واحد والنظام ديالو والوجبه اللي كيتلذذ بها وكينتعش بها يعني واش نبقاو مثلا غير في الملحه مثلا بزار الكمون نخفوا الكمون مثلا الكمون ممتاز الملحه نحاول نقصوا من الاسباب الاسباب جلطه الدماغ هي سكته الدماغ هي التصلب الشرعي هي ديال لاطونسيون هي ام طونسيون هي ام طونسيون اكثر هي السبب الرئيسي وهي العقل المدبر الطونسيون حاول كذلك نقصوا حتى من الملحة والسكر كلهم أسباب هي السبب الرئيسي للأمراض اللي في الذاكرة الحالية. إيه فعلا قد ما نقصنا من الملحة والسكر ورجعنا للخضرة والفواكه غير بالمناسبة نبدلو الحامض نديرو حامض نص الملحة نديرو حامض غير بالمناسبة لما كنتكلموا حنا على الضغط الدموي أنا نسيت أنا مرضي أنفونتي من الأمراض المستعصية ومن الأمراض اللي كتأدي إلى تصلب الشرايين لما كنقولوا الناس راه الضغط الدموي ماشي ملي كنتكلموا على كانت من الفراغ راه كاينه تبعيات لهذا المرض ملي كنقولوا عن انسان عنده الضغط الدموي يعني قصور الكلوي لا قدر الله يعني قد ما تبعنا استشاره طبيه مع واحد نظام صحي اللي هو معقول وعرفنا كيفاش نتعاملوا مع الاعشاب كيفاش ناكلوا هاد المواد وهاد دخلنا في نظام صحي من الخضره والفواكه قد ما غادي نلقاو نتيجه نلقاو نتيجه ويكون عندنا واحد عمر طويل في الاجهزه ديالنا الجهاز التنفسي ولا الجهاز الهضمي ولا الجهاز الفكري حنا كنشوفوا غير الاشخاص اللي متبعين مثلا الخبز ديال القمح ومتبعين مثلا غير الخضره المفوره ومتبعين غير مثلا الفواكه هكا وسلطات ديال الخضره والعصائر يعني كنشوفوا حتى هما يعني مرتاحين وخفاف وفي نفس الوقت نعطيك مثلا في صميم الموضوع بان يعني تجربه يابانيه الان تجربه يابانيه ان الناس النباتيين كيعيشوا بزاف يعني معدل الوفيات كاين عند بعض القارات اللي ما كيفوتش 60 سنه حنا نتكلموا العمر بيد الله لكن الدراسه اللي كاينه الان كاين الناس ما كيفوتوش 60 سنه كاين اللي كيفوت 70 سنه كاين قارات اخرى كيعيشوا اكثر من 100 وكتلاقيهم في صحه جيده بدون مشاكل بدون امراض بدون غير ذلك ولما تم البحث والاجراء الفحوصات طبعا النظام الصحي اللي كاين النظام الصحي الرجوع الى الطبيعه التغذيه مهمه بزاف واخا نجاوبوا على اخر تساؤل ديال السيده فاطمه اللي سولتك على ديك الوصفه ديال هشاشه العظام وهي قالت لك انه فيها مشكل ديال هشاشه العظام الغده الدرقيه ونصحوها باش تستعمل ديك البيضه البلديه كدار في كاس ديال الماء مع خل التفاح او العصير ديال الحامض كتبقى حتى كتطلق بهذوك المواد وفي الصباح كيتشرب هذاك الماء لانه طلق هذاك القشور ديال البيض البلدي كيطلق هذوك الفوائد ديالو. القشور هذه كاين واحد المراجع اللي كيقراوها الناس في الكتب الصفر انا كنحضر بعض الكتب الصفر انا كنسميها كتب الصفر الناس كيشريو كتاب كيلقى فيه واحد الوصفه لا داعي للعلم ديال الكتاب كيلقى فيه واحد الوصفه يعني كيبني يقول فيها الناس دون سند علمي انا كان الاخت البيض
كتستعمل البيض كبيض مزيان، تستعمل الخل كخل مزيان، تقلب عندها شاشة العظام، تقلب الأشياء اللي فيها الكالسيوم أكثر. الكالسيوم احنا لقينا في التومة، لقينا في البصلة، وين غادي نقدروا نعطيوها واحد الوصفات من خلال السؤال ديالنا. يعني التوم يعني يقوي الكالسيوم، اللي كنعرفوا الانسان اللي كان عنده نقص في المغنيسيوم الصوديوم الفوسفور كنعرفوا اللي شنو كيدير، الحديد شنو كيدير. بحال بالامس عيطت لي واحد السيده وقع عندها نقص حاد في الحديد، وبالتالي ادى الى شلل في الاطراف، شلل في اليد الى اخره. قالت لي شنو ندير؟ عطيت واحد يعني خصها تقويه كيف ما قلتي النسبه ديال الحديد وديال المغنيسيوم. علاش الزوناليز التحاليل الطبيه اول حاجه مهمه؟ لان الطبيب لما كيمشي كيدير الفحوصات الاوليه يليها التحاليل المخبريه كيعرف النقص اللي عند الشخص. يعني مثلا هشه ديال العظام من جايه كيعطيها الوصفات اللي كتعوض ولا كترجع الجهاز ديال المناعه ديال ديك الماده الناقصه. ان شاء الله نحاولوا في حلقات مقبله نحاولوا نتكلموا على الغده الدرقيه وعلى السكري وكذلك على المشكل ديال هشاشه العظام، لانه كيعلموا كثير من الاشخاص يعني شنو هي المواد الغذائيه اللي ممكن يسلكوها بكثره من خضر من فواكه ولا شربات ولا شي عصائر اللي هي معروفه يعني طبيعيا ولا تعطي الفعاليه ديالها كنوع من الحمايه. موجوده لانه كاين طلبات كثيره عليه. موجوده ان شاء الله. كنشكرك بزاف خالد الوادي استاذ باحث في علم الاعشاب وكذلك نائب رئيس جمعية التضامن الوطني العشابي والباحثين في الأعشاب الطبية والعطرية، واللي هي جمعية كتشتغل بالتنسيق مع مركز التسممات واليقظة الدوائية التابعة لوزارة الصحة. بالرباط نتلاقاو بإذن الله الأسبوع المقبل يعني الثلاثاء المقبل. وكنشكركم بزاف على كل هاد النصائح اللي قدمتينا اليوم. إذا كنشكر كل